ده حاجة انا هظبطك ما تقلقش خالص. انا مش حاج، انا الامريكان بريزيدنت، عندي انتخابات قريب وعايزك تشهيصني. انتخابات ايه يا حاج؟ انت اللي زيك بيطلعوا معاش. اكزاكتلي دي مشكلتي ماي دير فريند. انت فاهم يعني ايه الامريكان بريزيدنت؟ لا الحقيقه مش فاهم. كل السيتيزنز في الرايحه والجايه يقولوا ان انا كبرت ولا مؤاخذه خرفت. لا لا ما لهمش حق خالص والله يا مستر بريزيدنت. المهم انت حاج عايز شعر ولا ده حاج؟ لا يا خواجه انت نمت ولا ايه؟ او ماي جاد انت مين؟ بتعمل ايه بالباص ده؟ انا فين؟ فين السكيورتي؟ اهدى حاج انا عم مراد الحلاق. ايه؟ صح. المهم عايزك تعمل لي حلقه تخليني شباب عشان اعلم على منافسي ترامب عند افريسو. يا حاج بايدن انا حلاق مش ساحر. قول لي انت بس تحب تصبغ ولا اعمل لك قصه كريستيانو؟ نو ده شغل قديم انا عايز الجديد منه يا البخوك. اوبا ده انت طلعت شقاوه قديمه بقى بس قديمه بزياده شويه. سيب لي نفسك خالص. بص بقى كده يا ريس، قصة ممنوعات الممنوعات. واو مش عارف ازاي شعر الطول كأني في جي تي ايه، بس بصراحة ناقص على الشياكة حتة. خش يا امريكي. لما نقول الجاكيت البامب الكل يقول ستوري يا رب، لما نقول الجاكيت البامب الكل يقول ستوري يا رب. تيري تيري ريري تيري تيري ريري تيري تيري ريري تيري يا حاج يا ستر يا رب. مستر بريزيدنت مستر بريزيدنت الحساب طيب زماس. أعزائي المشاهدين صباح الخير وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في كتابه مقدمة قصيرة عن الانتخابات بيقول الساندي مايسن إن انتخابات أمريكا مش بس بيستناها الأمريكان ولكن العالم كله، وده يا عزيزي لأن هذه الانتخابات ببساطة هتجيب شخص بيتحكم في أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي النهاردة قيمته 27 تريليون دولار. الراجل بيخش هذه الانتخابات بيبقى حتة عضو في حزب، طبعا ممكن عضو كبير في الحزب ولكنه بيبقى عضو في حزب ويتحول بعد كده إلى سيليبرتي. الراجل ده الناس كلها عارفاه، معاه أكواد لإطلاق 4500 راس نووي لأي مكان في العالم، قادر يحرك جيوش لأعدائه من خلال 800 قاعدة عسكرية على الكوكب. الجيش الأمريكي بيتمتع حاليا بأعلى معدل إنفاق عسكري في العالم، وكمان بيقدم مساعدات لحلفائه وأصدقائه قيمتها عزيزي 50 مليار دولار بتروح لأكتر من 180 دولة. تخيل عزيزي إن كل القوة الجهنمية دي وجهتها إنسان واحد. أبو حميد راجل محظوظ قوي، يا رب أبقى زيه. خليني أقول لك يا عزيزي إن حياة الرئيس الأمريكي ليست حياة سهلة بصراحة. في دراسة اتعملت سنة 2006 حللت نفسيا أول 37 رئيس أمريكي، فلقت إن 49% منهم عانوا من أمراض نفسية وعقلية زي الاكتئاب والبايبولر، لأن على حسب اللي عمل الدراسة جوناثان ديفيدسون فمهنة الرئيس دي ضغطها مرعب. لو فكرت يا عزيزي في رؤساء بحجم أبراهام لينكولن محرر العبيد، شايف عزيزي قاعد على التمثال بثقة وشموخ إزاي مالي مركزه. اللي ما تعرفوش عزيزي إن لينكولن عانى من الاكتئاب الشديد لدرجة إنه صرح لحكومته إنه عنده رغبة في شنق نفسه من كتر الضغوط. وفي الوقت اللي كان العالم واثق في قدرة لينكولن على إنقاذ أمريكا من الحرب الأهلية، فلينكولن حتى مش هيكون واثق إنه يمشي ومعاه سكينة، لأنه خايف إن في لحظة يأس يستسلم لاكتئابه ويموت نفسه بيها. تبص مثلا على جورج واشنطن أول رئيس أمريكي بالعاصمة باسمه. الراجل ده على حسب وصف البروفيسور دين سيمونتون كان شخص خجول جدا وعصبي، ودي مواصفات ما تكسبش مرشح في انتخابات رئاسية حديثة. إزاي زمان كانوا بينتخبوا الناس بالمواصفات دي؟ مكتئبة وحزينة ومكسوفة، ده هيتقطع في أي مناظرة. تعالى يا عزيزي إن على حسب بعض المصادر الصورة والكاريزما ما كانتش حاجة مهمة قوي وقتها، لأن الرئيس الأمريكي كان بياخد كل قراراته ورا باب مقفول، ما بيطلعش للناس ولا حتى بيخطب كتير، كل عيوبه مش متشافة. التغيير بيحصل لما الولايات المتحدة بتخرج من عزلتها وتقدم نفسها كقائد للعالم الحر، وقتها صورة الرئيس الأمريكي هتكون هي العامل الحاسم في تغيير مجرى التاريخ. لا إنجازاته ولا قراراته ولا ماضيه. في ديسمبر 1918 بعد شهر من نهاية الحرب العالمية الأولى وصل الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إلى أوروبا عشان يتفاوض على معاهدة استسلام ألمانيا. أوروبا استقبلته استقبال الأبطال بلافتات مكتوب عليها سيفير أوف هيومانيتي، بيلقبوه عزيزي إن هو منقذ
البشريه، لان تدخل امريكا هو اللي حسم الحرب لصالح الحلفاء. ويلسون هيجي وفي جيبه اهم مبادره في تاريخ السياسه الامريكيه الخارجيه. الراجل هيقرر ان يا جماعه امريكا ما ينفعش نضل معزوله ورا المحيط، احنا عايزين نتدخل في الشؤون الخارجيه بتاعه البلاد، خصوصا ان اصبح عندنا راس مال مادي ومعنوي يسمح لنا ان احنا نقود العالم. ونرسم بقى النظام العالمي الجديد بعد الحرب، وده من خلال حاجه اسمها الليج اوف نيشنز، عزبه الدول. في عزيز المفروض انها منظمه عالميه هتحل الدول خلافاتها بشكل دبلوماسي. دي عزيزي قاعده بلدي حلوه كده نحل فيها مشاكلنا بكوبايتين شاي، مش لازم بقى حروب وفرهضه ورايحه فين يا ولايات، رايحه الاطلنطي وجايه منين يا ولايات، جايه من الهادي. خلاص بقى المفروض يا عزيزي اعضاء الليج اوف نيشنز دول يتوحدوا من خلال ما يعرف بالارتكل اكس، وهو بند بيلزم كل دول عصبه الامم ان هم يدافعوا عن اي دوله فيهم تتعرض لهجوم. فكره ويلسون هتبهر الناس ما عدا مجموعه واحده، الشعب الامريكي نفسه. خليني اقول لك يا عزيزي، كتير من الامريكان وقتها كانوا مؤمنين بالايزوليشناليزم، خلينا احنا ورا المحيط ناكل اللي نزرعه ونزرع اللي ناكله في حالنا كده، مالناش دعوه باوروبا ومشاكلها، دي امبراطورات قديمه وعندها ارث استعمار هيفرهدونا وراه، وبالارتكل اكس دي هنبقى مضطرين كل شويه نخش لنا في حرب. ويلسون هيغلب مع شعب لدرجه ان هيبدا يطلع كاريكاتيرات بتصوره على انه بيشد امريكا بالعافيه ان هي تخش عصبه الامم. في سبتمبر 1919 هيقرر ويلسون انه ياخد جوله في كل الولايات الامريكيه لاقناع الشعب بمشروعه اللي هيقدم امريكا كقوه شابه قادره تقود كل امبراطوريات اوروبا العجوزه. مشكلة يا عزيزي ان مشروع ويلسون ده كان مشروع شاب، بينما بقى ويلسون نفسه صورته مش شبه مشروعه. ويلسون كانت بصراحه هيئته بتوحي بكبر السن جو بايدن البروفيل، وكان عنده تاريخ من المشاكل الصحيه منهم السكتات الدماغيه الكتير اللي كانت بتجيله، لدرجه ان الاطباء تنبأوا ان صعب جدا الراجل ده يكمل مدته الاولى. محمد انا شايف الدعات اللي الدكاتره بيقولوها دي دعات كاذبه، والراجل شكله في الصور كده انه باور. عزيزي خليني اقول لك يا عزيزي، انت عينك وحشه وجبت الراجل الارض. خلال جوله ويلسون في كولورادو هينهار ويصاب بسكته دماغيه هتؤدي لشلل في نصف الايسر وعمى جزئي في عينه اليمين، اصابه هتخليه حتى مش قادر يوقع باسم. المتوقع هنا ان الرئيس وقتها يستقيل ويجي مكانه نائب او وجه جديد، حد يقدر يشيل مشروع كبير بحجم عصبه الامم. ولكن طبيب الرئيس دكتور كاري جريسون وبالاتفاق مع زوجه الرئيس هيقرروا يخبوا تداعيات الاصابه عن الشعب والكونجرس، وكمان هيخبوا مشاكل الرئيس الصحيه عن الرئيس. انت بس بتدلع بتشوف غلاوه الشعب عندك يا راجل، قوم بقى بلاش كلام فاضي. اللي هيحصل يا عزيزي ان زوجه الرئيس هتبدا تحل محله في السر، وهتتحول على حسب بعض المصادر الى رئيس فعلي للولايات المتحده الامريكيه. زوجه الرئيس هتبدا تاخد القرارات بداله، والمقابلات هتحصل من خلالها، لدرجه ان بعض المؤرخين هيعتبروها اول سيده تكون رئيسه للولايات المتحده الامريكيه. طب الحمد لله يا ابو حميد الموضوع اتحل وخطه مسرحيه الزعيم نجحت والست ايديث انقذت الموقف. بيحصل حاجه عزيزي ان اخبار مرض ويلسون بتتسرب للشعب الامريكي. حقيقه عزيزي ان الموقف تعقد ولم يتم انقاذه. الشعب الامريكي هتتسرب له اخبار باصابه الرئيس، والأسوأ ان هيتسرب له خبر ان زوجه الرئيس هي اللي بتدير البلد في واحده من اهم لحظات التاريخ الامريكي. وفي لحظه صوره ويلسون الاسطوريه هتتحطم من رئيس مهيب ساعد امريكا انها تكسب الحرب العالميه وكان بيقود مشروع انه يحكم العالم، الى راجل مصاب بالاكتئاب عشان الشلل، لدرجه ان اعدائه هيوصفوا البيت الابيض بالانسين اسايلم. البيت الابيض تحول الى مصحه نفسيه، وهيوصفوا تحكم الزوجه والطبيب في الحكم بالجفرمنت باي بيتي كور. ده يا عزيزي عشان انت بالذات ما تعرفش، هو الجونيلا اللي بتتلبس تحت الفستان، في اشاره ان البلد ما بيحكمهاش المفروض يحكمها. الصوره الخارجيه بتقول ان في قائد عظيم، ولكن الحقيقه ان هناك ملابس تحت الفستان هي اللي بتحكم. ومن هي صوره الرئيس هتتحول اهم فتره في تاريخ امريكا من انتصار عالمي لحاله وصفها المؤرخين بانها الفتره الاكثر هشاشه في تاريخ الرئاسه الامريكيه. وهيرفض الكونجرس انضمام امريكا لعصبه الامم اللي هتتحول من غير وجود امريكا الى مؤسسه ليس لها قيمه. ويلسون كان متاكد ان عدم وجود كيان عالمي يحل الخلافات هيؤدي لحرب جديده، وبالفعل بعد كام سنه هتقف عصبه الامم عاجزه امام دكتاتور الماني. هيطور جيشه ويبدا توسعاته ويربي شنبه ويستعد للحرب العالميه الثانيه. مين يا ابو حميد؟ كابتن بشير التابعي. حسك الفكاهي ده عزيزي مشاع مؤذي. ابقى حمي حسك الفكاهي. ضعف عصبه الامم بيولد لنا ادولف هتلر. على حسب وصف المؤرخ هوارد ماركل ان شويه مشاكل في تدفق الدم غيرت مسار العالم للابد، بمجرد المشاكل دي حصلت جوه دماغ الرئيس الامريكي. وبدخلنا الحرب العالميه الثانيه، صوره الرئاسه الامريكيه هتواجه لحظه مفصليه، وهي عزيزي انتشار الراديو. الرئيس الامريكي ما بقاش كفايه بالنسبه له انه يروح يعمل خطب وجولات زي ويلسون، لا ده خلاص بقى كونتنت كرييتور، بقى صانع محتوى. فجاه بقى لازم يتواصل طول الوقت من خلال الوسيط الجديد اللي ظهر، ولازم يصدر مواصفات معينه للي بيسمعوه، ان مثلا يفضل طول الوقت كلامه مسلي مش ممل، ولازم كل كلمه يقولها تكون ملهمه، ما ينفعش يظهر بمظهر باهت او خجول. خد بالك يا عزيزي ده في الظروف العاديه عشان تكسب انتخابات عاديه، انما بقى في الحرب العالميه الثانيه فده هيخلق معركه مختلفه تماما عن البنادق والقنابل، معركه بين رئيسين والسلاح فيها هي صوره كل واحد فيهم قدام الشعب بتاعه وقدام العدو، خصوصا لما امريكا تواجه حاكم مختلف مش بس قلبه ميت وكاريزما، ده كمان عنده خطاب قادر انه يسحر ملايين، يحرك جيوش ويدمر دول. امريكا يا عزيزي كانت على موعد مع حرب عسكريه واعلاميه مع هتلر.
خلال العشرينات اغلب الالمان اعتبروا هتلر سياسي متعصب، حوالي اقليه مهووسه بيه مش اكتر. في انتخابات 1928 الحزب النازي خد حوالي 3% بس من الاصوات، ولكن عزيزي بعدها بخمس سنين بطريقه ما هتلر بقى المستشار الالماني، مستشار المانيا كلها. راجل الحزب كان جايب 3%. يبدو عزيزي طبعا انه تويست غير متوقع وحصل بشكل اعجازي، ولكن الحقيقه ان هتلر بنى صورته ببطء وبذكاء مبهر. المؤرخ جيريمي نوكس بيقول ان الكساد اللي حصل سنه 1929 اللي ضرب العالم كله وخلى 6 مليون الماني من غير شغل، الكساد غير صوره الحاكم في عيون الالمان. الالمان ادركوا ان هم محتاجين حاكم قريب منهم وشبههم، يحس بمعاناتهم الاقتصاديه، بيقف معاهم في طابور العيش وبيكمل عشانهم ضحيه زيهم، مش جنرال عجوز او راجل غني. ولكنهم برضو في نفس الوقت كانوا محتاجين ان اللي شبههم ده ما يبقاش شبههم قوي، ما يبقاش عاجز كده زيهم، يقف معاهم في طابور العيش بس يزعق في صاحب الفرن. بطل مش بس حاسس بمعاناتهم، لا ده كمان يقدر يسحبهم منها، مكسات اندر دوج في سوبر هيرو. انا عارف عزيزي ان ده يبدو ليك كلام متناقض، ولكن على حسب دراسه اتعملت سنه 2020 بعنوان What it means to have a presidential image، كيف تمتلك الطله الرئاسيه، الدراسه بتقول ان اهم سمات الصوره الرئاسيه حاجتين: البيرسوناليتي او امتلاك الرئيس شخصيه قريبه من الناس، او زي ما الدراسه بتوصفه ان الرئيس لو قابلته تقدر تشرب معاه حاجه ساقعه ما تحسش انه غريب عنك. اما الحاجه الثانيه بقى اللازمه للرئيس هي الكيبابيليتي، ان الرئيس يتشاف كشخص كيبابل، عنده القدره خارق، يقدر يقود جيش ويدمر اعداء ويصلح حاجات ما بوظهاش. حسب الدراسه التوازن بين النقيدين دول انك تبقى محبوب بس في نفس الوقت قادر، هم دول الفورميوليشن اوف مودرن بريزيدنسي، معادله الرئاسه في صورتها الحديثه. هتلر في بداياته كان ماشي على الكتالوج ده بالظبط. هتلر هيظهر في حملته الانتخابيه سنه 1932 بالبوستر ده باعتباره الانون سولجر، وش بيبص لك في عينك، جندي شبه ملايين الالمان اللي اتسرحوا بعد الحرب. الحزب النازي هيبقى حريص على انتشار البوستر ده، بل وهيطبع منشورات هتلر بلغه برايل عشان المكفوفين يعرفوا هتلر. هتلر يا عزيزي يستغل الحركه دي عشان يدي كتف للحكومه ويقول انها بتهمش المكفوفين، اللي هتلر عارف معاناتهم لانه هو كمان في الحرب اصيب بالعمى المؤقت بعد ما تسمم بالغاز في الحرب. فانا حاسس بيكم عزيزي المواطن الالماني، لو انت كنت جندي مجهول، مواطن حزين تعيس سواء بتشوف او كفيف، فانا زيك مريت بكل اللي مريت بيه، شفت اللي انت شفته وما شفتش اللي انت ما شفتوش، انا شبهك وزيك ومنك. وعلى حسب كلام المؤرخ سبنسر جونز، فلو لاحظت صوت هتلر هتلاقي فيه بحة خشنة. سببها استنشاق الغاز السام في الحرب العالميه الاولى. البحه دي جنود كتير لما بيسمعوها بيميزوها، الراجل ده كان معانا في الحرب، الراجل ده حارب، الراجل ده شارب غاز سام لحد ما اتقرع فصوته عامل كده. ده غير كمان يا عزيزي عنصر اللكنه، خد بالك يا عزيزي ان هتلر كان اصله نمساوي، وده خلى لهجته مختلفه عن لهجه بروسيا اللي اغلب السياسيين بيستخدموها عشان يتفزلكوا بيها. لكنه على حسب كلام سبنسر فهي الاقرب للهجه الشوارع، وده خلى صوته قريب للشارع وقت الكساد. جوبلز وزير الدعايه هيسهل وصول اجهزه راديو رخيصه هو كل بيت وهيسميها البيبلز ريسيفر عشان صوت هتلر ده يوصل لكل الناس ويتاكد لهم كل لحظه ان واحد منهم بيتحول. هنا القائد يا عزيزي لحاجه كده شبه الدحيح، بتاكل عليه وبتشرب عليه وبتسمعه في المواصلات، موجود دائما في الخلفيه، سامعه وحاسس ان في قرابه بينكم مع ان انا ما اعرفكش بصراحه. هنا يا عزيزي هتلر بيحقق البيرسوناليتي، بينما بقى الكيبابيليتي هتظهر في حملته الدعائيه سنه 1932 هتلر اوفر جيرماني. هتلر في الحمله دي بيتحرك بطياره من مدينة المدينة، يهبط على الناس من السماء كأنه بطل خارق أو نجدة إلهية. على حسب كلام المؤرخة مايكن أمباخ، هتلر عزيزي تصور مليون صورة كسياسي ما فوتش منهم صورة واحدة إلا لما يظهر بهالة المنقذ. وعلى حسب كلام المؤرخ نيل جريجور، فقوة الحزب النازي كان في تركيزه على الصورة في خيال الناس وتشكيل هتلر على أساس الصورة دي، أو زي ما بيقول عن هتلر إن هتلر ما خدعش الألمان، هو بس وراهم الصورة اللي هم كانوا محتاجين يشوفوها. وبينما الألمان صدقوا هتلر اللي نجح في اختبار الصورة الرئاسية ده، الاختبار كان أصعب كتير جدا على الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت. خليني اقول لك يا عزيزي ان انت لو هتحط اهم رئيس للولايات المتحده الامريكيه غالبا هتقع في فرانكلين دي روزفلت، الراجل اللي حكم امريكا اربع فترات رئاسيه، اطول رئيس لامريكا، الراجل اللي خرج امريكا من الكساد، الراجل اللي كان ماسك امريكا في وقت الحرب العالميه الثانيه، الراجل اللي هيعمل تحالف يجيب تشرشل من بريطانيا وستالين من روسيا ويخليهم ينتصروا على النازيين وموسوليني واليابانيين ويقضوا تماما على اسطوره هتلر. وفي الوقت اللي كان هتلر محتاج فيه يخطب بحماس لألمان متعطشين عشان يشوفوا بطل خارق يحقق لهم الانتقام، روزفلت كان عارف ان الامريكان وقت الكساد مش محتاجين لصوره البطل الخارق، لا محتاجين رئيس في هيئه اب حنون يطمنهم ويهديهم ان كل حاجه هتبقى كويس. عشان كده هيعتمد على هذه الوسيله الجديده في الراديو بخطابات اذاعيه هتعرف باسم باي فاير سايد، جنب الدفايه. روزفلت يا عزيزي كان قاصد انه يظهر كانه اب، جمع عذرته جنب الدفايه، ايها الشعب العظيم بكل الحب هنتكلم، هنسمع كل مشاكلكم واستفساراتكم وهرد عليكم بنفسي، يوم الاربعاء هنعمل فقره رعب.
هنفتح قلوبنا لبعض، مش رئيس لمواطن ولكن انسان الى انسان. فاصل صغير ونسمع ماي واي فرانك سيناترا. روزفلت عزيز هيعمل 30 خطاب اذاعي يصنعوا اسطورته كرئيس، وهيثبتوا الامريكان في اصعب اوقات تاريخهم. ده محمود شكلها لعبت معاه وعمل اجمد 7 الساعه 7 وخلق صوره هايله في عيون الشعب. خليني عزيز افاجئك واقول لك ان روزفلت ما كانش محتاج الناس كلها تشوف صورته، ولكن كان محتاج اكتر انه يخفيها. روزفلت في سن 39 هيصاب بالبوليو، وهيضعف الموضوع معاه لشلل في القدمين. روزفلت ايقن ان هو مستحيل يترقى سياسيا وهو قاعد على كرسي متحرك، عشان كده كان بيحاول يبذل مجهود كبير جدا عشان يخفي مرضه، عشان ما يبانش نوت كيبابل. وفي السر هيبدا يجرب كل طرق العلاج، الرياضه وتقويم العظام ويروح لدكاتره، بس ولا حاجه من دي نفعت. وهنا عزيز بيقرر انه يعالج نفسه بنفسه ويشتري مؤسسه كامله وورم سبرينجز، برغم انه محامي مش طبيب، الا انه هيطور من خلال هذه المؤسسه اساليب علاج لسه بتستخدم لحد دلوقتي في العلاج الطبيعي. هيصمم كرسي متحرك من كرسي المطبخ، حجم الكرسي صغير ومش ظاهر، لدرجه عزيز ان هو سمى في المؤسسه دكتور روزفلت. روزفلت كان عارف ان مجهوده ده مش هيخليه يمشي تاني، ولكنه على الاقل هيخفي عجزه ويخليه يقدر يقوم ويتحرك لدقائق كانه مش مشلول. وده عزيزي كل اللي كان محتاجه روزفلت. هيبدا كمان روزفلت يعتمد على تمارين عشان يقوي عضلاته، خصوصا في نصه العلوي، بحيث تقدر تتحمل ثقل باقي جسمه. فلما يسند ايديه على المنصه ويقول بياناته يظهر كانه واقف. كمان عزيزي كان بيدعم رجله بدعامات معدنيه مع عصايته اللي بيسند عليها او يسند على كتف المرافق بتاعه. نظام توازن صعب ومرعب بالنسبه لواحد في سنه، لكن روزفلت هيتقن هذا النظام لدرجه ان الملاكم الشهير جاك ديمسي هيشيد برشاقه الرئيس. وعلى حسب كلام المؤرخ هيو جاليجر، روزفلت بسبب الروتين ده كان بيخاطر باصابات صعبه في الحوض والتواء الوركين. قاعده روزفلت كان ان كل ده يتم بشكل سلس عشان ما حدش يحس بحاجه. طول عزيزي مده روزفلت ما حدش كان بيحس انه مشلول. البيت الابيض كان حريص جدا لسنين طويله انه يدمر اي صوره تتاخد للرئيس وهو على كرسي متحرك، لغايه ما المصورين الامريكان ادركوا ان اخفاء مشكله روزفلت مش فشل صحفي، ده واجب وطني. اما بقى روزفلت فبينجح جدا من خلال الوسيط بتاع زمنه الراديو، ومن خلال برضه تحكمه في صورته انه يتحول على حسب تعبير سيمنتون لاحد اهم الرؤساء في تاريخ امريكا وفي تاريخ العالم، مش بس من حيث الانجازات او القرارات ولكن كمان من حيث الكاريزما. ولكن يا عزيزي ماذا لو حدث ما ليس في الحسبان وتغير الوسيط؟ كل حاجه بقت صوت وصوره. سنة 1960 هتشتعل الانتخابات الأمريكية الرئاسية بين كينيدي ونيكسون. الأولاني أنت شفته وهو بيموت في العربية ومراته بتنط، والتاني الشيخ إمام غناله شرفت يا نيكسون بابا، عشان بس تبقى ملم بالأمور. العالم يا عزيزي بصراحة كان متوقع فوز نيكسون، لأن في الوقت اللي بيظهر فيه كينيدي كسيناتور بلا أي خبرة، ابن عائلة ثرية في ولاية ماساتشوستس، فنيكسون ظهر كسياسي من طبقة متوسطة أقرب للناس، وقضى 8 سنين وهو نائب للرئيس أيزنهاور. ولكن بقى خطة كينيدي لم تكن الخبرة ولم تكن السي في، وإنما الصورة البرسونال براندينج. وفي سنة 60 عزيزي التلفزيون كان هو الصيحة الجديدة، ده أهم وسيط إعلامي في العالم. 90% من الأمريكان كان عندهم تلفزيون لكنه كان أداة للترفيه. الأمريكان مش متعودين يظهر عليه خطابات جادة وأحاديث سياسية، زي ما أقولك مثلا بايدن طالع لايف على تيك توك، لدرجة إن في الخمسينات بعض الناس كانت بتحتقر إن الرئيس الأمريكي أو السياسيين يطلعوا يتكلموا في التلفزيون. يا جماعة ده مكان قلة أدب وتفاهة، الرئيس الأمريكي بتاعنا ولا العضو البرلماني يطلع يعمل دعايه كانه مسحوق غسيل؟ ايه ده الامريكان دريم؟ ويقعد بقى يوريك امريكا قبل الغسيل وبعد الغسيل بفور اند افتر، رئيس بالحبيبات الزرقاء. واحد يا عزيز زي كينيدي ما بيسمعش لكل هذه الدعايات، وهيحط رهاناته كلها على التلفزيون، لانه كان على ميعاد يوم 26 سبتمبر مع اول مناظره تلفزيونيه في التاريخ. مناظره يا عزيز هيشوفها 70 مليون بني ادم. كينيدي هيتمرن قبل المناظره ويروح يعمل بري برودكشن، بروفه صغيره، يشوف الاستوديو ويفهم زوايا الكاميرا بحيث يقدر يبقى محضر نفسه ومش مرتبك، وعارف هيظهر من انهي زاويه وبانهي صوره. يوم المناظره كان محضر بدله غامقه على عكس الخلفيه اللي وراه، وما شاء الله وشه قمر وختان من الغالي، وحملته عملت له ميك اب كانه نجم سينمائي بالظبط. بينما على الناحيه الثانيه هيظهر نيكسون وهو مرهق وعرقان بسبب الانفلونزا اللي كانت عنده، وهو واقف هيبان عليه تعب اصابته في الركبه، فظاهر كانه جزء من الحيطه باهت. كمان نيكسون ما كانش بيبص للكاميرا لانه ما اتمرنش على مكانها. رئيس شبكه سي بي اس هيقول كينيدي برونزد بيوتيفل، نيكسون لوكت لايك ديث، كان شبه الموت. ليندون جونسون مرشح نائب الرئيس في حمله كينيدي لما سمع المناظره في الراديو بين نيكسون وكينيدي قال لك خلاص احنا رحنا في داهيه وكينيدي خسر خلاص. دماغ لدماغ نيكسون معلم على قفاه، وانا محتاج اشوف الرئيس تاني امشي وراه بقى، حط ابلكيشن على لينكد ان نعمل حاجه بقى يعني. بينما نظيره في حمله نيكسون هنري لودج لما شاف المناظره في التلفزيون قال لك يا نهار اسود ده انا رحت في داهيه، ده كينيدي مطرشم طقمهم له، ما اروح اشوف لي رئيس اشتغل معاه. مناظره عزيزي لم تكن حوالين السياسه اصلا، ولكن على حسب النيويورك تايمز فهي كانت حول الايمج. في الصوره كينيدي ظهر كقائد بينما نيكسون ظهر كعجوز متردد. مش مهم اللي بيتقال، المهم الشكل. كينيدي هيفوز على نيكسون بفارق طفيف جدا، والخبراء هيقولوا الفوز ده للمناظره اللي حصلت
بينهم على التلفزيون. الحدث ده هيخلي المرشحين يرفضوا يعملوا اي مناظره تلفزيونيه لمده 16 سنه، لحد ما مع الوقت بقت ضروره انتخابيه لازم يعملوها. الراديو والتلفزيون هيفضلوا صوره اساسيه لرسم صوره الرئيس الامريكي، خصوصا مع كبر دور امريكا في العالم وتحولها لقطب اوحد في الكوكب بعد الحرب البارده. تروح ايام وتيجي ايام بنوصل بعد كده لوسيط جديد اعقد من كل اللي فاتوا. سنة 1996 الاستراتيجي ديك موريس هيقول ان الانترنت will be congress, parliament and election. بيقول ان الانترنت هيصبح البرلمان والانتخابات. الكاتبة كلير ميلر في نيويورك تايمز بتقول ان اللي عمله كينيدي في التلفزيون هيعمله باراك اوباما في حملته سنة 2008، ولكن المرة دي على الانترنت. اوباما هينظم حملاته من 2004 ل 2008 وهو معتمد على اليوتيوب بدل الفواصل الاعلانية اللي على التلفزيون اللي بفلوس كتير واللي بتضايق الناس وقت ما تقطع البث او المسلسل. ده بنقعد كده عزيزي نشتم اعلانات اليوتيوب اللي بتتكرر كتير. ومش بس هيظهر كمرشح للتغيير كاول الرئيس اسود البشره الأمريكا، وانما هيظهر كمرشح للشباب بيستخدم نفس الوسيط بتاعهم. وعلى حسب كلام الاستراتيجي جو تريبي فاوباما هيتشاف 14 مليون ساعه على اليوتيوب. مساحه لو كان اشتراها على التلفزيون كان هيكلف حملته 47 مليون دولار، لكن اوباما قرر ان هو هيعمل حمله على السوشيال ميديا بطرق لو كان مارسها على ارض الواقع كان هيحتاج معاه جيش كبير من المتطوعين. بعض الناس عزيزي شايفه ان لو ما كانش في انترنت ما كناش هنشوف اوباما رئيسا لجمهوريه امريكا. زي ما انت شايف عزيزي في الشارت اللي قدامك دي، ف 66% من اصوات الشباب تحت 30 سنه من اعضاء الحزب الديمقراطي هتروح لباراك اوباما اللي نجح تماما انه يظهر بالصوره اللي هم عايزينها والوسيط الكول اللي هم فاهمينه. ده هيخلي اوباما فخور دايما ان هو فيرست سوشيال ميديا بريزيدنت. وفي نهايه رئاسته سنه 2016 هيطلق الفيرست سوشيال ميديا اركايف، 250 الف صوره بيظهر فيهم على طبيعته وبيوثق فتره رئاسته. عزيزي 250 الف ده كتير جدا في الصور. ده عزيزي بالظبط زي الستوريز بتاعت عزيزتي بعد عيد ميلادها، تلاقي خط طويل من النقاط التي لا تنتهي، وكل نقطة صورة، كل نقطة صورة، كل نقطة صديقة، كل نقطة ذكرى. راح عزيزتي خلاص عرفنا ان انت حلوة وعرفنا ان انت عندك صداقات وعرفنا ان انت مبسوطة في حياتك. انا مش مبسوط. محمد معلش يعني اوباما لم يكن مجرد فقاعة صنعتها السوشيال ميديا. في حالة باراك اوباما السوشيال ميديا كانت اداة مساعدة او تكميلية. فهل ممكن السوشيال ميديا تصنع صورة كاملة عن الرئيس ولا تكون مجرد حاجة بتساعده؟ ها عزيزي اني سعيد ان خليتك تسألني السؤال ده على لساني، بس هجاوبك او ممكن اخليك تجاوبني اللي عايز. السوشيال ميديا في بعض الاحيان ممكن تخلق صوره رئاسيه كامله عن المرشح. تعالى مثلا نرجع سنه 2003 لما يظهر الملياردير الامريكي دونالد ترامب كمقدم البرنامج التلفزيوني ابرنتس، واللي فيه بيظهر مرشحين يتنافسوا على منصب جوه امبراطوريته الاقتصاديه. ترامب بيستضيف البرنامج ده لمده 10 سنين. وهنا كاتبه سيره ترامب جويندا بلير هتقول ان لمده 10 سنين ترامب هيظهر قدام الامريكان كسي اي او، رئيس تنفيذي، البوس اللي بيطرد وبيعين وبياخد قراراته وبينفذها، ما يهموش العواقب، شخص بيدير امبراطوريه سواء كرهتها او حبتها، فوزنها الاقتصادي بياكد لك انها ناجحه. دي عزيز الصورة اللي هيقدم بيها نفسه ترامب للرئاسة، ومن خلال وسيط واحد بس، تويتر. قد تتفق وقد تختلف. بعض الناس يا عزيز بيعتبروا ان تويتر هو السبب الرئيسي لفوز دونالد ترامب بالرئاسة. ترامب مش هيقود حملة عادية على تويتر، ولكنه هيهين منافسيه ويرفض موظفينه ويشتم في الصحافة، ولو لمح واحد يتيم هياكل ورثه ويعمل له بلوك. كل ده يا عزيز في 140 حرف كأنها نوت صغيرة او ايميل مقتدم من المدير لموظفينه، بس ايميل بيقراه 89 مليون فولور اللي بيأيدوه واللي بيختلفوا معاه. كل دول هيعملوا له ريتويت، وده هيزود شعبية كل كلمة بيقولها. ف 2016 ترامب كان بينزل تقريبا بمعدل 7 تويتات في اليوم، عدد تصريحات مهوله بتمنع اي منافس ليه انه يطلع ترند. ده مش رئيس، ده ادمن بيج احتواء. البروفيسور جيف جارفيس بيقول ان صوره ترامب كمدير بيؤمر وبينهي عن طريق التويتات هتغطيها كل الميديا، وده هيديله وقت وحضور مجاني على كل المنصات حتى القنوات اللي بتكرهه. فانت تبقى جايبه عشان تتريق عليه، فانت يا عم بتزود له شعبيته وبتخلي الناس اللي ما سمعتش تسمع. كله عايز مدخلات ترامب. يا بيه الانتخابات الامريكيه، يا بيه مش عارفين نكسب في الانتخابات الامريكيه، يا بيه بنحارب فساد، يا بيه. خليني عزيزي احرق لك الاحداث واقول لك ان ترامب هيكسب الانتخابات الامريكيه. بجد يا ابو حميد تعرف عزيزي مش دي المشكله، المشكله ان هو هيحول السياسه الامريكيه والرئاسه الامريكيه الى البرنامج اللي هو قاعد يعمله 10 سنين، هتحول الى شو وهو فيه البوس اللي بيؤمر وبينهي، والشعب كله مشارك في هذا الشو سواء بالقبول او بالرفض. وده لان ترامب هيحكم من تويتر. لما جم يلخصوا فتره ترامب الرئاسيه ما تلخصتش في قرارات او محطات، ولكن في تحقيق شهير للنيويورك تايمز بعنوان كيف غيرت 11000 تويته لترامب الرئاسه الامريكيه، وفي الوقت اللي كان المتسابقين في برنامج ترامب قاعدين على اعصابهم في الاستوديو، فترامب فتره رئاسته هيقعد العالم كله على اعصابه. اي تويته هينزلها 3 ايام عمل وهتسمى عندك في الحساب. هيقول وزير دفاع ترامب مارك اسبر ان تويتات ترامب عن كوريا الشماليه في 2018 وانه بيمتلك زر نووي اكبر من الزر النووي بتاع كيم، حتى بقى نعاير الناس بزرارها بقى. طقو التويته دي كانت ممكن تؤدي الى حرب عالميه نوويه، لدرجه ان الخبير جيفري لويس هيالف روايه بيتخيل فيها ازاي العالم ممكن يتصرف لو رئيس امريكا اعلن حرب نوويه وهو مش قاصد كده على تويته. وعلى حسب وصف مستشار ترامب انه كان بيتغذى على التويتات زي ما البشر بيتغذوا على الاكل، لدرجه لما عرضوا عليه يعمل ربع ساعه فرق بين كتابته للتويته
ونشاها عشان تمر بمرحله المراجعه. انت رئيس امريكا وبتمثلنا كلنا. ترامب رفض وهدد مساعدينه لو ما نفذوش قراراته هيحرجهم قدام الشعب وهينزل لهم تويته ان هم ما نفذوش اوامره. ورغم كل الاكشن اللي ترامب عمله ورغم انقطاع كبير من الامريكان في رحيله الا انها كانت مهمه مش سهله، محتاجه برضه اللعب بقوانين الصوره وتحديدا الوسيط او الميديا. وعلى حسب المدير الديجيتال اللي حامل جو بايدن، طبعا عزيزي بايدن ملوش في تويتر ده خالص، اجدد حاجه اقراها في مراهقته كان مجله الشبكه والوقائع المصريه. هذا الخبير في السوشيال ميديا بيقول على ترامب انه ما تفوقش على هيلاري كلينتون غير لما نجح انه يسحب المنافسه معاها للارض بتاعه تويتر اللي قدر يظهر عليه بشكل احسن منها، وده كان اهم درس خلى شعار فريق بايدن تويتر از نوت ريل لايف، وده خلى الحمله تركز على فيسبوك وتخلي رئيس 70 زي بايدن يستعين بسمول باتش كرييتورز. ودول يا عزيزي ديجيتال كرييتورز بيعملوا كونتنت بطريقه ابسط من الاعلانات الفخمه، الطريقه اللي شبه التيك توك ومقاطع الموبايلات دي. بايدن تحول بسبب الحمله دي من مرشح باهت لمرشح قادر على توحيد كل الاعمار ضد ترامب، وبالفعل يا عزيزي ينجح بايدن للوصول للرئاسه. طبعا يا عزيزي مهم جدا احنا الحاجات دي بنطرحها دي كاسباب بتساعد، ولكن طبعا ليست هي الاسباب الاساسيه. كلنا عارفين ليه الناس ممكن تنتخب ترامب وليه ممكن ما تنتخبش ترامب وليه ممكن تهرب لبايدن بدل ما تنتخب ترامب. لو بالفولورز كان مستر بيست خدها. هي دي كلها اسباب بتساعد. عشان ده سياق الحلقه، استخدام الميديا في السياسه والانتخابات، ده يعني موضوع الحلقه عشان بس اوضح الحته دي. على مدار الزمن نجح الرئيس الامريكي في تقديم نفسه كاقوى شخص في العالم، والنجاح ده كان مرتبط بوسيط ذكي يقدر يتحكم فيه ويظهر من خلاله بالصوره المثاليه، وصفه نجحت مهما اتغير الميديا، من الراديو وقت الحرب العالميه الثانيه للتلفزيون وقت الحرب البارده للانترنت والسحله بقى اللي وراه في الالفيه. ولكن يا عزيزي بقى السؤال المهم، ماذا لو ظهر وسيط يصعب التحكم فيه، وسيط جديد اذكى من الرئيس واذكى من الشعوب نفسها واذكى مني ومنك يا عزيزي؟ انه الاي اي، الذكاء الاصطناعي. بينما عزيزي الشعب الامريكي منقسم حاليا في انتخابات 2024 بين جو بايدن ودونالد ترامب، الاولاني بدا يظهر عليه مؤخرا بعض علامات كبر السن، والتاني قراراته وتويتاته من علامات صغر السن. في يناير 2024 اتفاجئ سكان نيو هامشير الامريكيه بتسجيل صوتي للرئيس بايدن بينصح الناخبين فيه ان هم ياجلوا التصويت لنوفمبر بدل الانتخابات التمهيديه علشان صوتهم ما يروحش. طب المشكله يا ابو حميد، ما انا ببعت لاصدقائي رسائل صوتيه عادي يعني. المفاجاه يا عزيزي ان ده لم يكن الرئيس الامريكي جو بايدن، دي كانت رساله اي اي مزيفه. تسجيلات الذكاء الاصطناعي ابتدت تظهر في العالم كله مؤخرا، وبقى ليها دور كبير في نشر الاخبار المزيفه خصوصا في منطقه حساسه وحرجه زي السياسه. الدور ده ظهر في الانتخابات الاخيره في دول زي سلوفاكيا ونيجيريا، وده كان امتداد طبيعي لما يسمى بالديب فيك فيديوز اللي ظهرت اخر سنتين لقاده بحجم بايدن وبوتين وترامب. تخيل يا عزيزي الست بقت بتغني جو هادي خالص. مشكلة يا عزيزي على حسب باحث الاي اي هنري ادجر ان لغايه وقت قريب تقنيات الاي اي دي كلها كانت بدائيه لدرجه ان الشخص العادي يقدر يشوفها ويميزها ويقول ده اي اي ده مش حقيقي. كمان ولكن في يناير 2024 نشرت مجله نيويورك تايمز اختبار مرعب بتدعو فيه الناس اللي بيتابعوها انهم يميزوا هل هذه الوشوش فيك ولا حقيقيه. المثير ان الصور الفيك للناس اللي عندهم بشره بيضاء كانت مقنعه اكتر من الصور الحقيقيه. على حسب كلام بيل جيتس، راجل غني كده عنده شويه اموال، فاحنا قدامنا من 18 ل 24 شهر قبل ما تنتشر استخدامات الاي اي في ايد عامه الناس. وده معناه يا عزيزي ان انتخابات 2024 ربما تكون اخر انتخابات نشوفها بالوسيط والطرق اللي احنا متعودين عليها. ما زي ابو احمد، ما زي ما الاي اي هيتطور زي ما هتتطور طرق الكشف عنه. يعني المحرك اللي بيعمل ديب فيك مش هيظهر له محرك مقابل يقول لك ان ده ديب فيك؟ يا عزيزي مش ده الخطر. سنه 2018 بعض علماء القانون في كاليفورنيا اطلقوا مصطلح لايرز ديفيدند، والمقصود بيه ان انتشار المحتوى المزيف هيخلي شخصيات عامه ومشاهير تتهرب من المحتوى اللي بيدينها، حتى لو الصحافه والاعلام تابعوا عشان يجيبوه. يابا ما اعرفش الكلام ده، الاكونت لسه متهكر ولسه راجع لي اول امبارح، والمقطع ده متفوتوشوب. تتهرب من المحتوى بيدينها بادعاء انه ده اكيد اي اي مزيف. انا ما اعملش الحاجات دي، انا ما اشتمش العلم ابدا. والنتيجه ان الناس هتكون منهكه ومتشككه لدرجه ان هم احيانا هيرفضوا المحتوى الحقيقي اللي متعوب فيه، والنتيجه هي فقدان الثقه في كل المحتوى اللي بيتقدم للناس خلال الانتخابات سواء كان حقيقي او مزيف. ورغم وجود تحركات كتير تضمن انها تقيد هذا المحتوى بشكل قانوني او تلزم شبكات التواصل بوضع ليبل اي اي جنريتد على اي فيديو بيستخدم التقنيه عشان نقدر نميزه، الا ان تطور الاي اي اسرع كتير جدا من قيوده. طول عمرنا يا عزيزي في حكايتنا بنبقى قدام عمله بوشين، ملك وكتابه. الانسان عشان يتحول لرمز الامبراطوريه العالميه مضطر عن طريق وسيط معين انه يخلق صوره خياليه ومثاليه اكبر كتير من حياته. لكن ربما يكون اكتر شيء مرعب في المستقبل هو اننا نواجه ما هو اعقد من وشين، مالتي فيرس ب 100 وش. صوت الرئيس الامريكي ممكن تبقى معكوسه في 1000 مرايه، ممكن نتوه في انعكاساتها قبل حتى ما نوصل لتصور متماسك حوالين حقيقه هذا الرئيس. ما تضمنش ايه منه بقى حقيقي وايه منه مزيف. بس كده اخيرا مساء الخير، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تنزل تبص بصه مصادر، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه.